بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم هي الخدمية أو self-assignment. الخدمية هي خدمية المنشأ من ناحية durability، ديمومته، من ناحية المظهر الخارجي للمنشأ، ومن ناحية الأمان المستقبلي أو الديمومة أو durability. طبعا بشكل عام فلسفة التصميم يعني في معظم الأكواد العالمية ومن ضمنها الـ ACI كود، أنه نبدأ بالتصميم من strength method أو من ناحية السيفتي، أنا أسميها بالفقرة الأولى السيفتي، وهي أنه نصمم المنشأ بحيث يتحمل الشير، يتحمل الفلكتشر، يتحمل التورشن، ونحسب المقطع ونحسب حديد التسليح. بعد أن يتم التصميم المنشأ بالنسبة للأحمال الخارجية أو للسيفتي أو للسترينث، يبدأ الآن دور مرحلة الديزاين أو الأناليسيس فور سيرفيسيبلتي للخدمية. طبعا الخدميه بالكونكريت نقصد بها ثلاث امور. الاول شيء الديفليكشن، انه تشيك الديفليكشن يحقق ضمن مواصفات الكود. الشيء الثاني السيطره على الكراك او الشقوق. والشيء الثالث اللي ما ندرس بعد المرحله هو الاهتزازات او الفايبريشن. احنا راح ناخذ جزئين فقط، كنترول اوف كراكينج وكنترول اوف ديفليكشن، يعني التشققات والديفليكشن. احنا راح نستقطب امور المهمه في هاي الفقرات حتى تعرفون تراجعوها. اول شيء الفلكتشرال كونكريت ممبر ماست بي ديزاين فور سيفتي اند سيرفيسابيلتي، مثل ما قلنا نصممه للبندنج مومنت اذا بين ورم او للشير وللتورشن، بعدين نجي نشيك للديفليكشن ونشيك للكراكينج. المقطع الحجم مال كل مقطع اللي حكينا عليه انه نصممه عن طريق المتطلبات الاحمال الخارجيه اللي هي شير فلكتشر، ومن ثم يتم تطبيقها مع متطلبات السيرفيسابيلتي. وهنا من يجب ان تكون الستيفنس يعني الموجز اوف الاس المومنت اوف انيرشيا ان اهم اللي هو اهم عنصر من عناصر الستيفنس، انه يلبي متطلبات الكراك والديفليكشن. والكثير من الحالات نضطر نعدل تفاصيل المقطع من ناحيه عدد حديد التسليح او القطر، وكذلك حتى المقطع الخرساني من ناحيه الديث. طبعا هنا السبب انه تعرفون السيرفيس لود ديفليكشن لما تحت الاحمال راح ممكن يتعرض الى احمال ديفليكشن عاليه، او اللونج تيرم تعرفون احنا هنا الكونكريت مو حديد، عندنا الكراك، عندنا الكريب، عندنا الشرينكج. هاي امور ما محسوبه بالتصميم ولكنها تاثر على السيرفيسابيلتي وتاثر على السترين وتاثر على الديفليكشن. وكذلك التنشن كراك اللي تظهر بسبب الاحمال لاحقا من ممكن تكون مرئيه بشكل خارجي، وطبعا تاثر على ديمومه المنشأ من ناحيه مهاجمه الكلوريدات او العوامل الخارجيه لحديد التسليح. طبعا في ظل التطور التكنولوجي الحاصل ووجود حديد هاي سترينث ستيل هاي ستينث كونكريت، النتيجه بقت المقاطع تصغر. يعني مثلا لما تصمم مقطع حديده على ارصف سبرايم 20 وما صممه على 50 او 60 او 70 او حتى 100، فاكيد المقطع راح يصغر. تعرفون كل ما يصغر المقطع يقل المومنت اوف انيرشيا، وبالنتيجه تقل الستفنس ونبقى نواجه مشاكل الديفليكشن. اهم فقره هاي لازم نركز عليها الطلاب انه هاي السيرفيسابيلتي اللي نحكي عليها اللي هي كراك كنترول وديفكشن كنترول وحتى الى الفايبريشن كنترول، تعتمد على الالاستيك ثيوري. يعني نستعمل على محاضرات على المعادلات الام سي اوفر اي، يعني مو مثل ما كان نشتغل على الفيلير او نروح نحسب الفاي ام ان او الفي ان، لا نستعمل بالالاستيك ليميت، يعني الكراك سكشن، يعني معادلة الـ MC over I تشتغل. اللي طبعا هذا حتى نضمن انه تعرفون لما تتعامل ويا ديفليكشن اريد القيم منطقية اكثر، فنتعامل ويا اللود الحقيقي السيرفيس لود بدون ما نضخم او نقلل من الستيفنس. طبعا بشكل عام السيفتي بروفيشن فور اي سي اي كود انشور ذات لود اب تو فول سيرفيس لود، يعني الكود اللي يريده يقول انه الى فول سيرفيس لود. اذا سلطنا كل السيرفيس لود يجب ان تبقى الاجهادات في الحديد والكونكريت هي ضمن الالاستيك ليمت او الالاستيك رينج. وانت تتذكرون اخذنا الالاستيك رينج في الفصل الاول، وقلنا للحديد هي 140 او 170 ميجا باسكال، وبالنسبه للحديد للكونكريت هي 0.45 اصف سيبرايم.
احنا هسه الجزء الاول هاي المقدمه العامه. الجزء الاول طلاب هو الكلينيك رول اوف ليكتشرر بكراك. طبعا الاهميه يعني اهميه ممكن سائل يسال ما اهميه دراسه ليكتشرر الكراك كلينيك رول. انت الاهميه تجي من عده امور، هاي طبعا قسمها. اول شيء الستدي اوف كراك نيسيسري لانه نحصل على بروبر ديزاين او تصميم امن للمنشآت الخرسانيه ومستدام. يكون الكونكريت هناك كثير من يباوع كونكريت اول ايام، يعني ورا كم سنه في بعض الامور تلقى متشقق او متهالك او حتى قايل للفشل، هي مو بسبب الاحمال الخارجيه وانما بسبب الديمومه. فوجود الكراك او السيطره على الكراك يسبب ريديوز ذا افكت اوف فيذر اند اكسترنال فاكتورز. طبعا تعرفون لما يقل إذا الكراك سيطرنا عليه، يعني كراك معدوم أو قليل جدا، أكيد راح يقل تأثير الوذر أو الطقس. يعني بعد مياه الأمطار ما بسهولة اللي محملة بالكلوريدات بعد ما تقدر توصل إلى حديد التسليح. كذلك الـ الأمور اللي تضرب الكونكريت مثل الكبريتات أو غيرها. فعموما وجود كونكريت عند بدون كراك راح اكيد ياثر تاثير يقلل تاثير الطقس او المناخ او التقلبات الجويه من ناحيه امطار من ناحيه املاح تقل عليه. كذلك لما نحافظ على المنشأ من الكراك راح نحافظ على السيرفيسيبلتي والديورابيلتي. طبعا الديورابيلتي واضحه الديمومه انه اذا المنشأ امن لا تجي كلوريدات لا كبريدات، اكيد الكونكريت يكون محافظ على ديمومته. الخدمية كذلك لما المنشأ هو آمن يجوز، بس الكراك ضد انطباع سيء للشاغل المنشأ. تعرفون بشكل عام الناس تخاف انه ممكن حتى لو انشائيا آمن المنشأ، ولكن لما نشوف الكراك موجود على طول البيت طبعا نستعمل امنات قسم حشرات وقسم من عده مناطق، يعني تبقى خدمية المنشأ تفقد. يعني ما حد يرغب اصلا سعر المنشأ ممكن ينزل على الرغم انه آمن انشائيا لكن خدميته انتهت. طبعا وجود الكراك راح يسبب يؤدي مثل ما قلنا انه يسبب تآكل بحديد التسليح، ومرات وجود الكراك خاصه في المنشآت المعزوله راح يسبب لنا حتى لو ما يأثر على السترينت او على امان المنشأ لكن يبقى يسرب ماء خصوصا في الخزانات او في السقوف. تعرفون هذا عيب كبير جدا في المنشأ. فعموما هاي الاوامر تعطينا اهميه دراسه الفلكتشرال لكراكين كنترول. طبعا شلون تتولد الفلكتشرال كراك؟ لما شلون على الفلكتشرال هنا هو اكيد لما الستريسز بالتنشن فايبر يتجاوز المجلس او فراكتشر اللي قلنا عليه سابقا، وقلنا سميناه الاني كراك والكراس سكشن. وقلنا يبدا اول كراك لما التنسيل ستريسز يتجاوز المجلس او فراكتشر. طبعا الاليه او البروسس مالت كيفيه تتولد الكراك بالكنترول الكراك بالكونكريت وشلون ينتقل وشلون مساراتها شغله معقده وراندوم. فاصلا ماكو يعني في النظريه واضحه تحكمها، فمعظم المعادلات الموجوده هي وضعيه وتعتمد على الملاحظات المختبريه. طبعا اكيد استعمال هاي سترينث كونكريت وهاي سترينث رينفورس ستيل يسبب لنا اكيد كراك، وهاي موجوده مرتبطه ويا هذا التطور التكنولوجي. طبعا الكراك اللي تتولد بالكونكريت هي كنا مثل ما شوي تكلمنا لما تتولد تنسال ستريسز تتجاوز الفلكتشر المجرس او فلكتشر. زين شلون تتولد هذه التنسال ستريسز؟ عندنا عده امور. اولا تسبب الاحمال الخارجيه اللي تسبب اما دايركت اكسيال تنشن او سبب الشير اللي سميناه دياجونال تنشن كراك، او سبب الفلكتشر اللي تعرفون مثل السمبلي سبورتد اللي جوا تنشن فور كومبرشن فمنطقه التنشن تتولد، او التورشن قلنا تسبب كذلك كراك. هاي بسبب الاحمال الخارجيه واللي احنا دارسيها سابقا. الكراك ممكن تتولد بسبب الشرنكج الكماش، او سبب الكريب اللي يحطوا بصف ثاني، كذلك بسبب التمدد الحراري يعني، او بسبب الاكسبانشن اللي يوجد بالاختلاف مكونات الحديد يعني خصوصا بسبب الحراره.
هاي كلها أربع نقاط تسبب لنا تنسال سترسز، واللي هي إذا تجاوزت المجرس أو الربتشر يتولد عندنا الكراك. أنواع الكراك، الأنواع مثل ما قلنا هنا كلها بسبب تنسال سترسز. هسه الأنواع، أول شيء السكندر كراك، هذا يتولد بالعمر الأول اللي يكون كريت، وبسبب طبعا السيل فيت للمنبر، وبسبب الديدود لأنه أول عمره ما عنده شيء، يعني شايل بس نفسه ما عليه أحمال خارجية. وهناك ثلاث أنواع هي الشرينكج والفلكتشرال والكوروجن من هذا النوع السكندري كراك. المين كراك اللي طبعا ما قلنا هي بسبب يا أما المؤثرات الأربعة السابقة اللي هي أحمال خارجية أو شرينكج أو كريب أو تمدد. فهنا عندنا عدة أمور، أول شيء عندنا الدايركت تنشن كراك، هاي الدايركت إذا كانت القوة يعني بشكل دايركت تنسايل فورسز، أكسيال تنسايل فورسز، شلون كأنما بالبايلز مرات يصير عندنا كراك، أو في الأعمدة المائلة تتولد يعني كراك، يتولد تنشن بشكل أكسيال يعني بيور تنشن، وتتولد بهالشكل اللي تشوفون، بما أنه القوة موزعة التنشن على طول المنبر، هذا يصير بشكل عمودية على القوة. في منطقة هيك طبعا اذا كان السكشن ضخم فيصير يعني مو يعني هالشكل هذا. هاي دايركت تنشن كراك، يعني لما اكو اكسيال تنشن فورس، هاي نوع من الكراك الاول. الشيء الثاني اللي عرفناه هو الفلكتشرال، الفلكتشرال قلنا هذا سنجل سبورت، يصير عندنا تنشن جوا وكومبرشن فوق، فتتولد الكراك بالتنشن بشكل عمودي يمتد من التنشل في البوتون فيس ويوصل للنيوترال اكسس. شوفوا بشكل عمودي تقريبا، وهنا هاي واضحه. طبعا كل ما بالنص يصير البيندنج مومنت كبير فالكراك اكبر، وكل ما تروح للسمبل سبورتد يقل البيندنج مومنت فيقل الكراك، لان يوصل قرب السبورت تختفي الكراك، يعني يصير اني كراك سكشن. الشير كراك كذلك تسبب عندنا، وتعرفون هنا احنا بالفلكتشرال شير كراك انه في المناطق القريبه على بعد من السبورت ويتم المين يعني الشير دياجونال تنشن، تشوفون يبدي عمودي اللي هو فلكتشر وبعدين ياخذ منحى مائل بزاويه 45 بسبب الشير. طبعا اكو في المقاطع الكبيره مرات تتولد مباشره ويب كراك، هاي بسبب الشير العالي خاصه بالبريستس ملاحظتها او بالجردرات اللي الديف مالتها كبير، وهنا هاي توضيح لها بشكل. طبعا التورشن كراك كذلك هي تشبه، طبعا تعرفون هي بسبب شير ستريسز فتشبه اللي يصير بالشير، ولكنها في حاله البيور يتوزع كذلك على طول المنبر مثل ما شايفين. هاي اشكال من التورشن كراك. طبعا البوند ايش نقصد به طلاب؟ هو تماسك او اتساق الشيش او الرينفورسنج بار او الريبار بالكونكريت. فاذا صار عندنا خاصه اذا كانت حديد التسليح غير يعني مو محزز، ممكن يصير هاي حالات انه يصير انفصال بين حديد التسليح وبين الكونكريت المحيط به، تتولد عندنا هاي الكراك اللي تشوفوها قرب حديد التسليح. كذلك اخر نوع من الكراك هو بسبب تآكل حديد التسليح، تعرفون الكوروجن لما يصير تآكل حديد التسليح الحجم ما تكبر مره او مرتين، فمن زاد الحجم يسبب دفع ويسبب كراك مثل ما تشوفون هنا بهاي الحالات بسبب تآكل حديد التسليح. طبعا اكو نوع اللي ذا كونسنتريتد فورسز، في حالات معينه يتولد لنا كراك مثل هالشكل، هذا بسبب وجود قوه مركزه كبيره. وهنا نكتفي بالجزء الاول من هذا المحاضره، شكرا جزيلا.